غصن يوسف الخال وإلي حبيب. واهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. يعني اهلا وسهلا فيكم. بعتقد بعد ما عم بيحضروا الناس الفيلم كل الناس صار جاي على بالهم يكونوا بيبي اوكي ويكونوا بيبي اكثر لحتى يحبهم يوسف الخال. هلا انا اخر مره جيت لعندك تجوزت هون هلا عندي ببيان وهلا عندك ببيان صار ببي كمان بالحقيقة. نحن بدنا نبارك لك مباركة كثير كبيرة لإلك ولزوجتك الفنانة كمان نيكول سابا على بنوت بتاخد العقل الله يخلي لكم إياها. الله يخليكم ميرسي. بدنا نوجه لها تحية كثير كبيرة لإلك. بتحضر سينما لبنانية؟ لا بس مرتي كل ليلة بتتفرج عليه وكل ليلة بتقولي شو حلو هالرجال عم طلع فيه مظبوط. حرك فيك حرك فيك روح التحدي يعني عندك قلة روح التحدي حركها فيك بلشت تحرك لي اياها على كل حال يعني بين ابنك وبين انا صار في عندك مشكلة عم بفتكر عندي مشكلة مش بس مرتك يا مسيو صحناوي كمان مرتي يعني حسيت عنا شركة ميشيل ومرته الجي لا ومرته لا جوزي ومرت بهيج أبو حمزة. أهلا وسهلا فيكم ماجي أبو غصن يوسف الخال وإلي حبيب. أنتم موجودين ليلة معنا وبدنا نبارك لكم بفيلم بيبي اللي انطلق مؤخرا بمختلف الصالات اللبنانية وهو من بطولتكم يوسف وماجي وأخراجك إلي حبيب. ماجي أنت بيبي هالصبية اللي عمرها 33 سنة بس توقف نموها الفكري على عمر 8 سنين ورح نعيش معها مغامرات طريفة ومؤثرة بنفس الوقت. ماجي بتقولي انك زرتي عدد من المؤسسات الإنسانية وطلعتي عن قرب على حالات مشابهة لتقدري تكوني وفية للشخصية، شو تعلمتي من هالأشخاص وكيف ساعدوكي لتكوني فعلا ببي اللي شفناها بالفيلم؟ تعلمت منهم كثير بصراحة. أنا بعترف إنه ما كنت بعرف هيك حالات عن قرب، ما كنت زايرة هيك مراكز. تعلمت منهم قديش البساطة والحقيقية والطبيعية بالحياة حلوة ونادرة وقديش لازم هيدي الأشخاص عن جد نفهمهم صح وناخد بإيدهم لأنه بيقدروا يكونوا فعالين بالمجتمع لأنه عندهم شفافية ممكن يحبوا ممكن يكرهوا الشخص السيء مش ببساطة بيقدروا بيتقبلوا الناس في صدق في صدق بالمشاعر كتير وبيعبروا عنه. يوسف الخال انت المحامي اللامع زياد اللي رح ينجذب لبراءة بيبي ويوقع بحبها خاصة لما تقدر ببساطتها تساعد ابنك من زواج سابق انه يتخطى كآبته المرضية اللي بسببها جزئيا بعدك عنه وانشغالك الدايم. يوسف انت فقدت والدك شاعر يوسف الخال بكير، هالشي ساعدك اكثر انك تفهم هل صبي لا أو بالعكس لا ما دخل هذا الشيء بفقدان الوالد يعني اللي عندي لا بالعكس انا اللي عندي صعوبه كانت وحده بس وهي يمكن اول مره عم بقولها هي انه انا ولا مره قايل كلمه بابا على وعي عرفت كيف؟ فدائما بالتمثيل عندي اياها مشكله يعني كل النص ما بكون عندي مشكله فيه الا لحظه اللي بكون فيه يا بابا تعالى عندي ما بتزبط معي مش قايلها انا قبل بحياتي بحس حالي كذاب او بحس حالي ماني صادق 100% لانه ما عشتها بس هلا مع بنوتك رح هلا عم بنشتغل الاحساس يعني هذه كتبت شغلي مره قلت بالفطره عم بربي عرفت كيف؟ عم بربي بالذكرى وعم بربي بالفطره يعني ما عم بربي بالخبره اللي عندي اياها من بيي فهذا موضوع اخر كثير هلا
عاطفي و سايكولوجيكال اكيد. لا نحن بدنا نوثق على هيدا السؤال، يعني اليوم الابوه شو زادت لك كانسان وكممثل وقديه ساعدتك حتى بهيدا الدور؟ زادت لي انه كل شغله بالحياه بتعمليها بتفتح لك شباك براسك، في بتفتح لك بعد اخر بتتعلم منه اشياء. الابوه انا بقول شغله، بقول اللي اجى على هالحياه وما انجب عاش نص حياه. مزبوط، هيدا برايي. وبتخيل انا عم بختبرها، لانه في شيء هيك فجاه بخليك تطيري، بتصيري عايشه بحلم ما بتعرفي ليش. سيستمك بيتغير، تفكيرك بيتغير، علاقتك بالبشر بتتغير، علاقتك باهلك بتعرفي قيمتهم لاهلك. صح. بس تصيري انت عم يعني عرفتي بي وام طبعا، بتوعي على اشياء يعني غريبه عجيبه. بتخيل معظمكم اختبرتوا هذا الموضوع، ف الله لا يحرمه لحدا. ايه والله ما يحرمه لحدا يعني عن جد. ان شاء الله عن قريب يعني تختبر منا لإلها ايه كلمه بابا ان شاء الله. يعني مش بس انت تلاقيها بعد شوي، هي اول كلمه يعني بيقولها البيبي وهي الاسهل تسمعها منا ان شاء الله عن قريب. بابا بابا نعم احكي لي حكايه سلامتي. إلي حبيب، قبل ما نسألك عن الفيلم وشو رأيك فيه، خلينا نحن ويوسف وماجي وموريس السحناوي نشوف مقتطفات منه بهالبلاير، بس حتى نقدر نشوفه بدي أطلب منكم ثلاثتكم سوا تتطلعوا بالكاميرا وبس تضوي أحمر ثلاثتكم سوا على التوب بتقولوا بلاير باسم. قول توب توب بلاير باسم. أيوة سوا ما زبطت، لازم سوا. لازم سوا. أوكي يلا، واحد اثنين ثلاثة بلاير باسم. هي البيبي. ايه ما انا بيبي. انت بتعرفي مليون دولار قديش بيجيبوا لك فايده؟ هودي لإلي، لازم تشتري فيهم جهازي. بدي اتجوز. اوبا كانغنام ستايل. اشي كبيره. شو معك بالشنطه، بونبون ولا شوكولا؟ لا مصاري. يا وين في اشي كبيره؟ بنك. بدي بوزع شوكولا بليز. بيبي. الأستاذ جبران ديك شايف فيك المرشح المثالي. بليز مسيو زيزي. زيزي بيبي. حضرته الأستاذ جبران ديك. ييه أنت مسيو كوكوريكو. أنا بدي أظهر مع بيبي. هيدي مرة مكترة بيبي. شوف لي مين بتكون هيدي بيبي. أنت مش بيبي. جبت معي كارت الفيلم من البيت لحتى فرجي قديش هالكارت مهضوم وقديش بيشبه الفيلم. في الشنطة وفي المليون دولار اللي رح نحكي عنها اللي بتضلها ماجي حملتهم على ظهرها بالفيلم. الحبكة بديعة بدران أو بيبي، بنت بتعاني من التأخر العقلي بسبب دواء فاسد تناولته بزغرة، وبتعيش مع ستة الختيارة اللي هي تيتا لطيفة اللي بتتوفى وبتترك لها مليون دولار. بيحاول يخدم منها خيال أمرجي اللي هو الفنان سلطان ديب. لها سبب رح تغامر لوحدها بالمدينة بحثاً عن إجة كبيرة تساعد المصريات لغاية ما تلتقي بالمحامي زياد يوسف الخال وابنه. إلي حبيب، فكرة الفيلم لإلك والسيناريو لزوجتك كلود صليبة، كيف بلشت الفكرة وشو الرسالة اللي بتكون يعني توجهوها؟ هيدي فكرة بنته على فكرة. عن جد؟ عم سبق عليه فكرة مسا. الإجة الكبيرة. الإجة الكبيرة لأنه طفولية يعني فيها كثير. لا خبري خبريتها هلا. الفكرة بلشت من سنتين يعني. نعم. براسي، بس صار الوقت انه نعمل فيلم، قلت لك لوت خلص لازم نعمله، اتس اباوت تايم. وعملنا عملنا السينوبسيس اذا بدك او اللوج لاين اللي قريتيه اول شيء. نعم. وعملنا سينوبسيس، رجعنا اول شيء خطر على بالي انا وكلود ماجي بغصن. نعم. ورحت دقيت لها ورحت لعندها على البيت، طارت بالفكره عجبتها كثير، وبناء عليه انكتب رجع السكريبت يعني. فأنا سألت تمارا مش مسا بنتي، عمرها ستة هلا، ستة ونص، سألتها إنه بدنا نحن نظهر بيبي من البيت إني واي. فسألتها إنه تمارا أنت إذا صار معك كثير مصاري شو بتعملي فيهم؟ قالت لي بحطهم بالإجة.
قلت ما بساعة بإجي. قلت لي بجيب إجي كبيرة. ماشي هيك مش الفيلم. يعني ببساطة الأطفال يعني أخذت. هلقد ما بتاخديها منهم كيف بيفكروا هن. نفس الشيء. وكتير إشياء ساعدوا فيها هن كمان. موريس سحناوي عندك إجي كبيرة بألسي اليوم. بزغرك كان في عندك فكرة الإجة يعني أنك تصمد لحلم معين؟ يعني مش بالذاكرة موجودة يعني أكيد كانت موجودة هيدي الإجة شيء بيمرق من جيل لجيل 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 أكيد وفيها حلم الإجة يعني فيها مش بس فيها أحلام مش بس أكيد يعني فيها أحلام إنه شو بدك تعمل فيهم فيه لهالمطار مش بلا الحلم خلصت بمنطق يقلي عج إلا ما يكون مش عارف أكيد باللاوعي يعني. ايه باللاوعي وصلت لهونيك من الاجي وقت كنت صغير بركي لازم فتش مع شي بسيكياتر انا اسمحي لي بدي اشكرك على شغله كثير مهمه بشكر البي ال سي استقبلنا السنه الماضيه بحمله من القلب للقلب وفتح لنا حساب ناس تتبرع فيه للفقراء بمبالغ كثير قليله وقليل البنك اللي بيستقبل ناس بس البنك حتى شجعنا البي ال سي وهيدي السنة عبر حديث البلد بدي أقول إنه رح نرجع بحملة من القلب للقلب هالسنة وعبر بنك بألسيل بحب يساعد في أرقام الحسابات موجودة ورح ننزلها فيسبوك وين ما كان وهيدي السنة المصاري رح تكون للأطفال المصابين بالكانسر يعطيكم ألف عافية مثل ما قلت الفكرة حلوة لأنه شو ما كان المبلغ بيقدر الإنسان يتبرع أكيد هذا تعب على البنك مزبوط. بس الفقير بس بيساعد الفقير ومش أي بنك بيشغل وبيلهي حاله موظفينه بمبالغ كتير صغيرة 4000 و5000 ليرة في ناس إجوا تبرعوا بس التوتال جمعنا 70,000 دولار فادوا عيال كتير كبيرة فأنا عن جد بقول لك ثانك يو بتتكلي أكثر هلا إلي حبيب أنت موسيقي ومخرج تلفزيوني وسينمائي من 12 سنة برصيدك العديد من الأعمال الدرامية مثل لولا الحب عصر الحريم ابنة المعلم وغيرها بالإضافة لأربع أفلام سينمائية آخرها فيلم بيبي اليوم رغم الإقبال الجماهيري الكبير على هالفيلم واجهته بعض الانتقادات الصحفية اللي اتهمته بالسطحية واعتبرت أنه فيه تطويل ولا منطق ببعض الأحداث شو رأيك بهالموضوع؟ هذا هو جوابي جاوب واحدة من ألف مش نسبة فيها تقول رأيها وهي حقها وناقدة نعم. واللي بدك هي هني أرتيكلين اللي نحكوا بالأخبار وبالنهار سطحية واحدة هي نهار بتذكر لأنه منيح اللي بدي أقوله أنه هي فيها تعطي رأيها عادي بس أنه ما بتخيل إذا هي واحدة و99 قالوا العكس نعم هو 99 غلطانين يعني نعم. مش ممكن نعم صعب شوي حلو النقد الموضوعي نعم. مش النقد هيك لوي كل شيء بعدين ممكن اذا تقرا ممكن ما حدا في واحد ما يحب حديث البلد بس ما ممكن يقول انك انت مش حلوه في واحد ما يلاقيك حلوه بس مش معقول يلاقي مش مهضوم لا لا واحد مش منيح يعني مش معقول يعني لا بمجهود عام يعني يوسف ما كان ما في معقول تلاقي يعني شو ارجيومون بالعالم تقنعني فيه اكثر من هالارجيومون مش معقول لا جد عم بحكي الواحد يعمم بشاعه بكل شيء بمجهود في شيء اساسي بهالمقال بالذات انه مبلشه بانترودكشن ساخر يعني ما نناقض بنا بلش بانترودكشن ساخر اذا بتقري المقال تعرف شو قصدي مش ضروري نذكره هلا يعني نعم بعدين وصلت على السطحيه نعم فمبينه من اولتها يعني فاتي طبش حيطان إلي حبيب عم بتحضر حاليا لفيلم سينمائي جديد بالاضافه لفيرسيون جديده من مسلسل 10 عبيد صغار رح تكون بتخوف كمان قد الاولانيه اكثر ماجي انت عم تستعد لفيلم جديد كمان ومسلسل من كتابة كلوديا مارشاليان اليوم الفيلم السينمائي اللي عمل يعمله إلي حبيب انت رح تكوني عم تشاركي فيه وهو من كتابة مدامته ويوسف انت عم تحضر لمسلسل رمضاني لل 2014 بعنوان لو مع الفنانين عابد فهد ونادين نسيب نجام صحيح. يعني رح يكون اكيد شيء حلو ان شاء الله يا رب. أنا بدي أتمنى لكم توفيق بكل الأعمال اللي رح تقدموها وأدعي كل المشاهدين أنه ثلاثة أرباعهم رح يكونوا حضروه بعتقد للفيلم اللي بعد ما حضروا بيبي ينزلوا يحضروا بالسينما يحضروا هالرومانتك كوميدي المضحك المؤثر اللي فيه رسالة واللي بناسب كل الأعمار صحيح ماجي أبو غصن يوسف الخال وإلي حبيب وانترفيو بيبي بس يوم ما فيها بيبي بس
ماجي بيبي فيلم حلو بس البيبي اللي فيه أحلى. ما في بس بدون بس. في بس مباشر بده يكون في بس. بالنسبة لإلي ما في بس. ما في عليه بس مباشر. يوسف الكاست ببيبي مهم بس الأفيش مش حلوة. ما حبيت الأفيش. منيحة هيك موضوعي عمال يحكي بصراحة. إلي كل وقت ندافع عن كل شيء بطلعها. إلي هاي مشان العين. إيه إلي بيبي فيلم لبناني بس بدي يدبلش سوري. بس الطريقة اللي انشغل فيها كثير أمريكانية. بدي أقول إنه صار معنا خبر أكيد إنه البريليانت لبنيز أوردز 2014 راح تنعرض على الام تي في نهار الأربعاء بأربعة ديسمبر يعني 4/12 بقى حتى الكل يحضروها وكل اللي ما عرفوا فيها وما اشتركوا السنة من الشركات الصغيرة والمتوسطة يحضروا حالهم حتى يشاركوا سنة الجاي. مشكورين على هالمبادرة اللي هي بتعمل حماس لهالطاقات الجديدة ولهالكرياتيفيتي اللي حكيت عنها. مرتبط بموعد وبدك تتركنا. انبسطنا كثير بمرورك على امل انه دائما نستقبلك بحديث البلد. شكرا كثير. رح ود كثير كثير انبسطت فيها. نحن انبسطنا فيها اكثر وان شاء الله واغتنينا يعني من تجربتك الابويه وال يعني والعمليه من كل من كل الميلات. يوسف الخال بدك تفل شو قلت لنا عندك تصوير؟ عندي تصوير. بيناتنا تصوير ولا تحفيظ؟ بتحفظ على الموضوع. حفظت وجيت. حفظت وجيت. سرقت مرتين. شكرا موريد سحناوي، شكرا يوسف الخال، شكرا كثير، شكرا لوجودكم معنا.